السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أحلام ورؤى ربنا بيرسلها للأشخاص المسلمين بيعرفوا إن هم بيمروا بسحر أو كرب جديد، أو بتكون مجرد رسالة بسيطة عشان تحصن نفسك بالأذكار. يعني ربنا ممكن يرسل لي حاجة في المنام أعرف منها إن مسحور أو في عندي حاجة؟ أيوة طبعا، وده كله بالأدلة اللي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. تعالوا بقى نشوف أول رؤية ممكن ربنا يبعتها لك في منامك إيه. الرؤية الأولى إنك تشوف السم في المنام، والسم ده بيدل على إنك عندك سحر أو مسحور، وده بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فده بيدل على إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاب كلمة السم مع السحر في موضع واحد، وده من الأشياء اللي ممكن تدل على السحر والعياذ بالله. الرؤية التانية بقى وهي رؤية الأفاعي والحيات والعجارب كمان. طيب دي سببها إيه؟ دي لأن الحاجات دي بتضر الإنسان بالسم برضه، وغير كده كمان استخدمها سحرة فرعون في السحر بتاعهم. وطبعا زي ما قلنا كل حاجة وليها دليل، ودي دليلها من القرآن الكريم، قال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، اللي هي الحيات والعجارب حسب ما خيل للبشر. تعالوا نشوف الرؤية الثالثة وهي رؤية النجاسات في المنام، لأن برضو السحرة لعنهم الله بيستخدموها في السحر اللي بيؤذوا به الناس، والنجاسات دي حاجة أساسية عندهم، لأن كل حاجة بيعملوها بيكون فيها نجاسات والعياذ بالله. وعشان كده لو شفت نجاسات احتمال كبير يكون أصابك سحر. زي تشوف إنك أنت في حمام وسخ، إنك أنت تشوف في مكان فيه كزورات. وتعالوا نشوف الرؤية الرابعة اللي بتدل، الرؤية الرابعة اللي بتدل إنك أنت عندك سحر أو كرب، وهي رؤية الكلب أو الخنزير. واحد يسأل ويقول: طيب دولت مالهم ومال السحر؟ ما هو الكلب والخنزير فيهم نجاسات، وعشان كده من الحاجات اللي بتدل على السحر في المنام. تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه فيهم. قال الكلب الاسود شيطان، وعشان كده تعتبر رؤية الكلب الاسود دليل على السحر. وتعالوا نشوف برضو شوية رؤى تاني لو شفتهم ممكن تكون مسحور او اصابك كرب، وهي رؤية الساحر او الشيطان، ودول طبعا اساس السحر، مفيش نقاش على كده. تعالوا نشوف القرآن الكريم قال ايه في الشياطين انهم سبب في السحر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. معنى كده ان الشيطان كان اساس في تعليم السحر، فرؤيته في المنام بتدل على سحر او ان اصابك بعض من السحر. وفي رواية تانية كمان وهي رؤية العقدة او العقد، لان السحرة بيستخدموها عشان ينفثوا فيها لعمل السحر، وده طبعا كلنا عارفينه في سورة الفلق. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. برضو في رؤية تانية لو انت شفتها خلي بالك وانتبه وتحصن، وهي رؤية الحمام اللي هي دورة المياه، يعني أماكن قضاء الحاجة كمان، لأن الأماكن دي أماكن شياطين ونجسات، وأكيد كلنا عارفين كده. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة قبل ما ندخل الحمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين يدخل الحمام المرء يجب أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومش بس كده، لما تطلع من الحمام تقول غفرانك 3 مرات. كمان عندك رؤية القبور، يعني مثلا تشوف نفسك في المنام انك بتجري في المقابر ومش عارف تخرج منها. اشمعنى المقابر؟ لان الساحر الملعون بيدفن اغلب اسحاره فيها، لانها مكان صعب ان حد يحفر فيه ويوصل للاسحار ديت. بس لو انت شفت في منامك ده انك انت خرجت من المقابر بكده، ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى ابطل السحر اللي عندك. وبرضه لو انت حسيت ان بيتخيل لك انك عملت حاجة وانت ما عملتهاش اصلا، ده برضه في اغلب الاحيان بيدل على انك انت عندك سحر. مش ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. بالضبط كده، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل أنه يفعل الشيء وما يفعله. وبعد ما قلت لك كل الأحلام اللي بتدل على السحر، خلي بالك ممكن برضو الأحلام دي ما تدلش على السحر، وممكن تكون بتدل على حاجات تانية مختلفة تماما عن السحر. واحد يقول لي: طيب أنا مطلوب مني إيه لو شفت حلم زي كده؟ أقول لك يا أخي الكريم، أول حاجة ما تحكيش الحلم ده لأي حد خالص نهائيا، وتحاول أنك أنت تحصن نفسك بالأذكار. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ على رأسه ووجهه، ثم ما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. فمن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة، يعني
ما يجيلوش اي بلاء. حاول انك انت بقى تقولها الصبح، وحاول انك انت تقول اللهم انا نسالك ان تحفظنا بحفظك يا كريم، وتحفظنا من السحر والسحر ومن الشياطين، واعوذ بك من شر الشيطان وشركه وحبائله، رب اعوذ بك من الشيطان الرجيم، رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. لو شفت اي رؤيه بتدل على السحر ضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في تفسير الاحلام يستفيدوا منها. وما تنساش تدوس لايك وتضغط زر السبسكرايب وتفعل الجرس وتشهرها لاصحابك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام على اليوتيوب وصفحه تفسير الاحلام في الفيسبوك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.